النوم معناه سكون الجسم، الاسترخاء التام، الهدوء الكامل، ولكن ليس في كل الأحوال، لأنه بعض الناس بالنسبة لهم النوم يرافقه دائما صوت الشخير. وإحنا عادة يعني زي ما أنت عارفة ساندي بنتكلم ونضحك على فكرة الشخير في الثقافة الشعبية على أنه شيء مزعج، خصوصا طبعا بالنسبة للزوجات، بما أنه الشخير أكثر شيوعا لدى الرجال وبالتحديد من أصحاب الوزن الزائد. كثير بيعانوا الزوجات من هذا الموضوع باسل. طيب بحسب كليفلاند كلينيك يبدو أنه الشخير هو حالة وراثية في الأسر، تصبح هذه الحالة أكثر شيوعا مع التقدم في السن، لكنها تعود وتنحسر في سن 70. والشخير عموما يعني لا يعتبر مشكلة خطيرة، ولكنه لو استمر لفترة طويلة ممكن أنه يضر بجودة نوم الشخص، كما أنه ممكن يكون علامة لاضطراب اسمه اضطراب النوم الانسدادي الشديد، أو ما يعرف أيضا بالسليب أبنيا. نعم باسل، لكن الخبر الغريب شوي، مين منا كان ممكن يتوقع أنه إبر التخسيس قد تكون مفيدة في تخفيف أو علاج الشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم؟ نعم، هذا بالفعل ما جاءت به دراسة حديثة نشرت في موقع ويب أم دي. أيضا يقول الموقع أن الشركة المنتجة لإبر التخسيس وجدت أن الأشخاص اللي شملتهم الدراسة واللي تناولوا مادة التيرزابتايد شهدوا في المتوسط انخفاض بنسبة 63% في حالات نقص الأكسجين بسبب تغيرات التنفس أو انقطاع التنفس. وكان هذا الانخفاض يعادل 30 حدثا أقل في الساعة، غالبا ما يشار إليها بمؤشر انقطاع التنفس أثناء النوم أبنيا هايبوبنيا إندكس، ويعتبر 30 حدثا أو أكثر في الساعة شديدا، بينما يعد أقل من 5 أحداث في الساعة ضئيلا، وكل ما بينهما يعتبر متوسطا إلى خفيفا. طيب قبل ما نفتح النقاش بتوسع مع ضيفنا، خلونا نتعرف على أسباب الشخير وفقا لموقع ويب أم دي. المزيد معنا أخصائي الأنف والأذن والحنجرة دكتور مجدي محمد. صباح الخير دكتور مجدي، وأهلا بك معنا. صباح الخير يا فندم، شرفت بتواجد في استوديو اليوم. أهلا وسهلا بك. طيب بداية دكتور، لو تفسر لنا يعني كيف يحدث الشخير أساسا أو بشكل علمي، ولماذا أيضا هو أكثر شيوعا عند الرجال من النساء؟ هو مبدئيا بشكر حضراتكم على تناول موضوع مهم جدا وحيوي، لأن الشخير عالميا تقريبا نسبة حدوثه تتجاوز 30%، وأغلب الرجال أغلب هذه النسبة من الرجال، وبالتالي بتمثل مشكلة صحية وفي نفس الوقت مشكلة اجتماعية كبيرة. عشان نعرف أسباب الشخير، هو ببساطة هو الشخير ما هو إلا صوت مزعج بيصدر من الشخص أثناء النوم، وده بيحصل نتيجة الانسداد الجزئي لمجرى التنفس، وبنقصد مجرى التنفس العلوي اللي هو الجزء اللي بيمتد من بداية الأنف إلى منطقة الحنجرة. فأي انسداد في هذا المستوى، انسداد جزئي، سيسبب نوبات شخير أثناء النوم. الشخير قد يكون يأتي بصورة مؤقتة، بعض الأشخاص ممكن مع بعض الأحداث العارضة في حياتنا زي النوم مثلا بعمق بعد إرهاق شديد، أو في حالات الزكام والإنفلونزا، أو بعض الأشخاص اللي تناولوا مثلا بعض الأدوية المهدئة أو المنومة، دول غالبا بيدخلوا في نوبات نوم عميقة وبدأوا يشخروا، بس غالبا دي أسباب طبعا مؤقتة وبتزول سريعا جدا بزوال السبب. هي المشكلة عندنا والأكبر في الأشخاص اللي عندهم الشخير بصورة مزمنة. الأسباب طبعا غالبا بتتراوح
ما بين انسداد أو ارتخاء في المنطقة اللي اتكلمنا عنها، منطقة الجهاز التنفسي العلوي. الانسداد ده قد يكون انسداد منطقة الأنف، وطبعا مشهور جدا عندنا مشاكل طبية كتيرة متواجدة بالأنف تسبب انسداد مجرى النفس، زي انحراف الحاجز الأنفي، وجود ناميات بالأنف، تضخم بالقرنيات الأنفية، التهاب المزمن والتحسس المزمن للأنف. لو نزلنا بمستوى بتاعنا شوية لمنطقة الحلق، فبنلاقي حجم اللوز مهم جدا عندنا. الأشخاص اللي بيعانوا من تضخم في حجم اللوز غالبا هيبدأوا يشخروا والموضوع يتطور معاهم. الأشخاص اللي عندهم ارتخاء في منطقة سقف الحلق أيضا هيكون عندهم مشكلة. الأشخاص اللي عندهم تضخم في قاع اللسان غالبا هيبدأوا يشخروا، يعني يظهر عندهم مشكلة الشخير. الفك وعظام الوجه مهمة جدا عندنا في الإجابة على سؤال الشخير، لأن وضعية الفك السفلي مهمة جدا في التنفس. الفك السفلي لو هو حجمه صغير أو متحرك للخلف أزيد من اللازم تكوينيا، ده بالتالي بيحرك قاع اللسان للخلف أكتر، وبالتالي بدأ مجرى التنفس. فدي حاجات مهمة جدا، يعني أسباب كثيرة ولكنها تؤدي في النهاية إلى شيء واحد وهو انسداد هذا المجرى وبالتالي حدوث الشخير. طيب هل العوامل الوراثية بتلعب دور كمان في هذا الإصابة بهذا الموضوع ولا لا؟ هو طبيعي زي ما اتكلمنا عن الأسباب، فبالتالي العوامل الوراثية لها دور في موضوع الشخير، لأن معظم مسببات الشخير لها خلفية وراثية. من ضمنها مثلا ومهم جدا في حالات الشخير الوزن الزايد والسمنة. الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في مؤشر كتلة الجسم غالبا بيبدأوا يشخروا، وكل ما ارتفعت معدل كتلة الجسم كل ما زاد مشكلة الشخير وتطورت لمشاكل أكثر تعقيدا. فبالتالي معظم الأسباب المسببة للشخير غالبا لها خلفية وراثية. وجود جينات مرتبطة صراحة مع الشخير، في بعض الأبحاث تكلمت عن ذلك ولكنها لازالت يعني غير أبحاث غير مؤكدة، إنما هي فعلا في ارتباط بين العامل الوراثي والشخير نتيجة لوجود مسببات كثيرة للشخير مرتبطة بالجزء الوراثي. طيب دكتور، شو هي العوامل ربما اللي تحفز على الشخير مثلا، وليش هي يعني أكثر شيوعا عند الرجال؟ يعني بنشوفها كثير عند الرجال وبتعاني الزوجات من هذا الموضوع. زي ما حضرتك أشرت فعلا هو الرجال أكثر معاناة من الزوجات لبعض الأسباب. أول حاجة الكتلة العضلية للرجال أكثر من السيدات، فده بيساعد أو بيؤهل الجهاز التنفسي أكثر لموضوع الانسداد. معدل السمنة، ارتفاع معدل السمنة في السنوات الأخيرة والعقود الأخيرة للأسف حياتنا معظمنا يعني خلت من المجهود العضلي الواضح، وطبيعة الأكل برضو اختلفت، فكل ده أدى بالتالي ارتفاع واضح جدا في معدلات السمنة، وبالتبعية بدأ يظهر عندنا مشكلة الشخير ويظهر الموضوع ده. نقص الرياضة يعني سبب رئيسي ومهم جدا عندنا في الشخير. أشخاص رياضيين غالبا بتمتعوا بقوة عضلية تسمح بالتنفس بصورة سليمة، بتمتعوا بأوزان مناسبة، وبالتالي يعني بيقل جدا موضوع الشخير مع ممارسة الرياضة. طيب في عوارض ممكن أنها تصاحب الشخير، ممكن أن هي تؤثر على حياة الشخص، ممكن أن هي الواحد من خلالها يعرف أنه في مشكلة؟ تمام. في الحالات المبكرة من الشخير الشخص مش هيكون عنده أي مشكلة. هو الشخص اللي بيشخر بينام بعمق شديد، والمشكلة دائما بتكون في الشريك، الزوج أو الزوجة. فبالتالي في الحالات المبكرة هو فقط شخص بينام بعمق وبيصحى فايق، لأنه بينام يعني نوم عميق جدا. الأخ اللي بيشخر في المراحل المبكرة بيعرفش حتى أنه شخر. بالضبط، هو دايما الشريك اللي بيكون هو صح، يعني بداية الشكوى من الشريك يعني. طبعا الموضوع هل بيقف لحد ده؟ لا طبعا، بيتطور الأمر الشخير ونوصل لمشكلة أكبر وأكثر خطورة على الجسم، اللي هي نوبات انسداد النفس أو توقف النفس أثناء النوم. ودي مرحلة مهمة جدا في الشخير، ولو وصل ليها الشخص اللي بيشخر بندفعه دايما لاخذ خطوات جديه، لان هو كده حياته اصبحت في محك. الشخص ده جوده النوم عنده بتكون سيئه جدا، وبالتالي استفادته بساعات النوم بتكون بسيطه. يعني الشخص ده بيشتكي ان انا بنام وقت طويل جدا وبقوم كاني ما نمتش، تعبان جدا، مرهق جدا، فبالتالي اداؤه في العمل قل كتير، جودة حياته قلت كتير، بيتعرض لمواقف صعبة، قد بيجي له نوبات غفوات قد تحدث أثناء القيادة، قد تحدث وهو بيتفرج على التلفزيون، قد تحدث أثناء النوم أثناء العمل. فدي بالتبعية ممكن تؤدي لمشاكل طبية خطيرة، وممكن تؤدي إلى حوادث. طبعا بالإضافة إلى المشاكل الطبية الجسمانية، الارتفاع المزمن في ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب. ثبت علميا الارتباط الوثيق بين انسداد التنفس أثناء النوم والسكتات الدماغية والسكتات القلبية، فبالتالي هو الموضوع خرج عن طوره مشكلة اجتماعية إلى مشكلة طبية كبيرة وجب حلها. يعني واضح أنه قد يكون خطير في بعض الحالات. طيب شو الحل
مع الشخير. الحلول مبدئيا في الغالب بنبدأ بتغيير نمط الحياة، لأن هو في الأساس اختلال نمط الحياة وصلنا في الغالب لهذه النتيجة. أول شيء الوزن، بالنسبة لنا الوزن محوري جدا جدا في موضوع الشخير، وغالبا أي شخص بنقترح عليه تدخلات أكثر تعقيدا للشخير لن تؤتي ثمارها إلا إذا بدأ وزنه ينتظم. يعني بيجينا واحد وزنه كتلة مؤشر الجسم عنده مرتفعة وهيخضع لبعض التدخلات، بننصحه مبدئيا اتحكم في وزنك الأول. فمبدئيا التحكم في الوزن. الحاجة التانية بننصح بعض النصائح السريعة زي وضعيات النوم، الاستلقاء على الظهر بيزود معدل الشخير شوية، فبننصح الشخص دايما حاول تنام على أحد الجانبين. بننصح الشخص أنه يستخدم أكتر من وسادة، لأن الاستلقاء على وسادة واحدة في الغالب بيرجع اللسان أكتر لورا وبالتالي الشخير بيزيد، فلو رفعنا رأسنا أثناء النوم شوية بتقل حدة الشخير نوعا ما. بننصح طبعا إيقاف أو التحكم في الأدوية اللي بتسبب النوم العميق زي المهدئات والمنومات والأشياء دي. في الحالات الأكثر تعقيدا ده طبعا مش كفاية نهائي، وبنضطر ان احنا نتدخل في بعض المراحل. التدخلات موجودة بتتراوح من تدخلات بسيطة زي ان احنا ممكن مثلا نلجأ لتقوية او تدعيم المناطق الرخوة في الحلق عن طريق ممكن ان احنا بنعمل تقوية لسقف الحلق الرخو عن طريق ممكن الحقن او الليزر او احيانا بعض الدعامات، ودي اجراءات بسيطة بتعمل في العيادة الخارجية تحت المخدر الموضعي. ممكن نتحكم في التنفس عن طريق الانف عن طريق تصغير القرنيات او الغضاريف الانفية ايضا، وده اجراء بسيط ممكن يتعمل في العيادة. او الموضوع الأكثر يعني طبعا بيكون أكثر تعقيدا في بعض الحالات إن هو عنده مشاكل أكثر عمقا بنحتاج التدخلات الجراحية. وبالبديل في بدائل علاجية بسيطة تانية زي أجهزة التنفس أثناء النوم، أجهزة السباب والأشياء دي برضو أجهزة بتسمح بالتنفس. هي مشكلة أنها مزعجة شوية للشخص. أكيد طبعا هي العلاجات يمكن اللي ذكرتها هي العلاجات التقليدية المستخدمة حاليا، ولكن خلينا نتطرق سريعا للدراسة اللي استعرضناها قبل قليل واللي قالت إنه إبر التخسيس اللي هي حديثة نسبيا بالنسبة لنا كمستخدمين ممكن أنها تكون علاج أيضا للشخير. لو أمكن تفصل لنا كيف تعمل هذه الإبر على معالجة الشخير؟ زي ما تكلمنا هو الوزن محوري جدا جدا في مشكلة الشخير، والتحكم في الوزن بيفرق معنا كتير جدا في سواء في شكوة المريض أو في استجابته للعلاجات اللي احنا نعطيها بعد كده أو نحتاجها بعد كده. إبر التخسيس من الصيحات، يعني رأي الشخصي ويعني أيضا العلم يؤيد ذلك، من الصيحات المهمة جدا 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 في التحكم في الوزن، لأنها يعني معظمنا بيواجه مشكلة في تنظيم حمية غذائية معينة أو يعني بيجد في صعوبة أنه يأخذ قرار أنه يعمل إجراء جراحي للتحكم في الوزن. فوجود الإبر سهلة الاستخدام، أنها ممكن تتحكم في الوزن بسرعة وبسلاسة وبأمان، أصبح ميزة كبيرة طبية كبيرة. يعني الإبر دي بتساعد في حاجات كتيرة، بتساعد في تعزيز الإحساس بالشبع عند الشخص، بترفع معدلات الإنسولين في الدم الهرمون المهم جدا في جسمنا، وتزود استجابة الجسم ليه. فهي بصراحة فرقت كتير جدا مع الأشخاص اللي بيعانوا في مشكلة الوزن الزائد، وبالتبعية فرقت معنا كتير في نتائج شغلنا، حتى أن بعض الأشخاص اللي بيكون وزنهم زيادة كتير وبدأوا يتحكموا في الوزن بناء على نصيحة مننا أو حاجة، ويجوا بعد فترة كبيرة وزنهم اتحسن كتير، بيقول خلاص يا دكتور انا بقيت كويس وما عادش محتاج حاجه زياده، شكرا هو ده اللي كنت محتاجه. بيكون زال الشخير لوحده مع فقدان الوزن. بالظبط تمام. نهاية أشكرك شكرا جزيلا طبعا على كل هذه المعلومات. أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور مجدي محمد، شكرا شكرا جزيلا لحضراتكم، شرفت بتواجد مع حضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا.